الفهداوي أكد أيضا أن وزارة الكهرباء ربطت خط تبادل الطاقة الكهربائية مع سوريا لتبادلها أثناء فترة الذروة. لا زلت أقول أن خدمة الكهرباء هذا العام أفضل من العام ستكون أفضل من العام الماضي. تخطيطنا كان أن نبدأ بواحد سبعة في هذا التحسين، سبقتنا درجة الحرارة وسوت عندنا أزمة مؤقتة ستنتهي. هذه الأزمة ستنتهي إضافة إلى جهود أخرى.